إذن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ليلة الأمس كلمة لإخوانه وأخواته وأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، أكد فيها أن العالم يعيش مرحلة صعبة من تاريخه، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية. وقال حفظه الله: إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ثم بما لديها من إمكانيات، وفي طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وإذ نشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي أولئك الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. ونؤكد أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام أيضا بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود حفظه الله، خطاب الملك سلمان اللي كان بالأمس وشاهدناه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على القناة الإخبارية، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ نايف الحربي الكاتب الصحفي المعروف. مساك الله بالخير أستاذ نايف. مساك الله بالنور وجميع مشاهدي قناة المجد. الله يحييك. بداية، كيف ما هو تعليقك على الرسائل التي وجهها الملك سلمان بن عبد العزيز وكانت بكل صراحة وبكل شفافية؟ نعم، حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين 10 دلالات محورية، على رأسها مصارحة للشعب بأن واقع أصعب والمستقبل على مستوى العالم قد يكون أصعب، لكن القيادة والشعب سيقضان هذه المرحلة بالإيمان بالله تعالى ثم بعزيمة المواطن والمقيم على أرض من الأرض الطيبة. الدلالات العشر لو بس أخذناها على السريع، هذه الدلالات اللي هي مصارحة الشعب بأن الواقع صعب والمستقبل على مستوى العالم قد يكون أصعب، علاقة القيادة بالشعب وثقته في المواطن، ثنائية، وهذه نقطة مهمة جدا حقيقة، ويمكن المملكة العربية السعودية دائما تنفرد ثنائية التعاطي مع الناس. كذلك النقطة الأخرى، ودائما يعني كلمات خادم الحرمين الشريفين فيها الشفافية، فيها الموضوع، وضعت النقاط على الحروف، العرفان بعطاء وإخلاص وتفاني العاملين في الصفوف الأمامية، الموازنة بين مستوى الخطورة ومدى التفاؤل، التأكيد على أن المملكة جزء من هذا العالم ولا تعمل بشكل منفرد، الأولوية لدى خادم الحرمين الشريفين هي صحة الإنسان وكرامته، كذلك حرص القيادة على تقدير ما أظهره المواطن والمقيم من وقفة وامتثال الإجراءات. كذلك أكدت يعني أنه لا يوجد أي تساهل أو تراخي في مسألة توفير الغذاء والدواء، وأخيرا التأكيد على الإيمان بالله والتوكل عليه والأخذ بالأسباب. إذن الكلمة فعلا يعني تجعل المملكة العربية السعودية، وهذه نقطة مهمة جدا، المملكة العربية السعودية تقود معركة فيروس كورونا بنجاح وذكاء وفطنة وخبرة وعلم ومعرفة ومهارة. هذا اللي جعلنا ولله الحمد المملكة العربية السعودية، يمكن ما سجلت الحالات اللي سجلتها المملكة يعني قليلة ولله الحمد، كلها مثل ما يقولون أتت من الخارج هذه الحالات، بينما المملكة ولله الحمد لأنها يعتبر هذا المرض عابر للقارات. إذن المملكة تحكي قصة نجاح مختلفة أبهرت العالم، المملكة مدرسة عالمية في الجانب الصحي والطبي والوقائي والاقتصادي. جوانب كثيرة حقيقة عن كلمة خادم الحرمين الشريفين، يمكن أهمها اللي الصحة والكرامة. شفنا دول كيف أنهم تخلوا عن شعوبهم، تخلوا عن مواطنهم، بينما المملكة العربية السعودية أعطت أولويات لصحة الإنسان، كرامته، وأن هذه الدولة يعني لا تألو جهدا في الحفاظ عليه، وكشفت يعني الجميع بأنه يعني بإذن الله، يعني طبعا هناك آثار مادية واقتصادية، لكن حفظ النفس البشرية هي أولوية حكومة خادم الحرمين الشريفين، لكن هناك إجراءات احترازية، تدابير وقائية لابد في الأخذ بها. نعم أستاذ نايف، وبعد ما شاهدنا مساء الأمس كلمة مقام خادم الحرمين الشريفين، كيف رأيت التفاعل من الجهات الحكومية
أو القطاع الخاص وأيضاً من المواطنين بعد هذه الكلمة؟ طبعاً الكل كان تابع الكلمة، لأن هناك الحقيقة وهذه يعني تشكر عليه وزارة الصحة، هناك الخطط الوقائية التي انتهجتها دولتنا لمواجهة فيروس كورونا تدعو طبعاً للإطمئنان رغم تسجيل حالات مصابة، لكن الجهود المبذولة في حقيقة يعني في البرامج اللي شفناها المبذولة، يعني فحص القادمين في المطارات، شفنا فحص القادمين والمغادرين بإذن الله، هذه ساهمت في نجاح إدارة الأزمة. هنا ما يسمى بإدارة الأزمة، محاصرة فيروس كورونا هذا الوباء. لكن يعني أهم شيء خطوات التفاؤل وكذلك الوضوح والصدق، يعني جسدت كلمة خادمة علاقة القيادة بالشعب، ثقته في المواطن بما يرفع من معنويات الجميع في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس ما عرف عن الملك من وضوح وصدق وحكمة. كلمة الملك يعني أتت في التوقيت الحاسم والحساس، يعكس الاهتمام طبعا البالغ بهذه الأزمة بمواطني البلاد المقيمين، كما أنها تعكس ثنائية وهذه لابد نركز عليها. المملكة العربية السعودية مختلفة عن أي بلد آخر، المملكة العربية السعودية هي الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية هي قائدة العالم الإسلامي والعالم العربي، المملكة العربية السعودية دائما تحقق نجاحات كبيرة جدا، لذلك ما أعلن حقيقة من إجراءات احترازية جعلت السعوديين ولله الحمد، وهذا حتى خبراء عالميين يعني تكلموا عنها، تكلموا عن المملكة العربية السعودية. كلنا يتذكر منظمة الصحة العالمية عندما تحدثت عن كيف قضت المملكة العربية السعودية على الملاريا، المملكة لها قصة نجاح عبارة العالم في القضاء على كثير من الأمراض، كان نصف السعوديين يموتون بسبب الأمراض والأوبئة قبل 70-80 سنة، أما اليوم ولله الحمد المملكة العربية السعودية يشار لها البلبنان، أصبحت ولله الحمد من الدول التي يشاد بها، أصبحت تجربة المملكة الآن مدرسة. المملكة العربية السعودية اللي جعلته في أسبوع يعني يمكن سوات الدول بأشهر لمكافحة فيروس كورونا. إذن المملكة العربية السعودية وخاصة من خلال كلمة الملك خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، يعني كشف أولويات، كشف أن لا تسامح ولا تراخي في هذا الجانب، كذلك تحدث أن المملكة العربية السعودية تجاوزت الكثير من الأزمات، ولكن قيادتنا ولله الحمد لديها الحكمة، لديها التفاني، لديها حرصها على المواطن، لكن لابد على المملكة لديها عمل جاد، التكاتف، الروح الإيجابية حتى نتجاوز بإذن الله هذه المرحلة. أستاذ نايف الحربي كل الشكر والتقدير لك، أنت الكاتب الصحفي المعروف، يعطيك العافية. وبالفعل يعني كان بالفعل الخطاب أمس واضح بكل صراحة وبكل شفافية، ويعني أن صحة الإنسان هي أولوية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه. بالتأكيد مثل ما ذكر خادم الحرمين الشريفين، شكره لجميع الجهات الحكومية التي تعاونت وتصدت أيضا لهذه الأزمة، تعاملت بكل كفاءة، وأيضا هي كسبت الخبرة من تجربة الحج والعمرة على مدى الأعوام الماضية، وبالتأكيد انعكس هذا على التعامل مع الأزمة في هذا العام. صحيح.